السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لحضراتكم أخبار العاشرة. أهلا بكم، ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. توقيع اتفاقية لتنفيذ البنية الأساسية لأول رصيف حكومي متكامل في ميناء الدقم. التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير المدينة الطبية بمنطقة الفليج في ولاية بركة. موسكو وواشنطن تتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا. المفوضية الأوروبية تجدد مطالبتها الدول الأعضاء باستعجال استقبال اللاجئين، والناتو يوافق على تعزيز وجود قواته على حدوده الشرقية. ونتابع مشاهدينا الكرام في نشرة الاقتصاد. الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة تبحث القرارات الخاصة بتنمية مؤسساتها. أما في النشرة الرياضية فتتابعون. السيد خالد بن حمد يشارك في اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم لحسم مصير خليج 23. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله محمد السلمان الصباح. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه، داعيا الله تعالى يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الإيراني الصديق باطراد التقدم والازدهار. وقعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على اتفاقية تنفيذ الحزمة الرابعة لميناء الدقم المتعلقة بالبنية الأساسية للرصيف الحكومي مع الشركة المنفذة للمشروع، والذي يعتبر أول رصيف متكامل في الموانئ العمانية لخدمة الجهات الحكومية، وتبلغ قيمة المشروع حوالي 55 مليون ونصف المليون ريال عماني، ويستغرق تنفيذه 30 شهرا. كما وقعت الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم على اتفاقيتين لتوسعة قرية النهضة ومنح حقوق الانتفاع لتشييد ناد ترفيهي في الدقم بقيمة 8 ملايين ريال عماني. ويهدف المشروعان إلى مواكبة النمو في أعداد السكان بالمنطقة وازدياد حركة المشروعات. وقعت وزارة الصحة والمجلس الأعلى للتخطيط والصندوق العماني للاستثمار مذكرة للتفاهم لإنشاء وتطوير المدينة الطبية بمنطقة الفليج في ولاية بركة. وستقام المدينة الطبية على مساحة قدرها 5 ملايين متر مربع، وتتضمن عدة مستشفيات تخصصية بسعة تصل إلى 1200 سرير، وهي مستشفى التخصصات العامة ومستشفى الأطفال التخصصي ومركز الحوادث والإصابات وعلم الأعصاب ومركز التأهيل ومركز التصوير الإشعاعي ومركز المختبرات الطبية ومركز التعليم والتدريب والبحوث، ويتضمن كلية للعلوم الصحية بالإضافة إلى الخدمات المساندة. كما يتضمن المشروع مشاريع استثمارية صحية خاصة يقوم بها القطاع الخاص كمستشفيات وعيادات، فضلا عن الاستثمارات التجارية التي سيقوم بها أيضا القطاع الخاص
كمجمعات سكنية ومراكز للتسوق ومراكز ترفيهية وفنادق. ويأتي هذا المشروع في إطار توجه الحكومة بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحقيق الاستثمار المشترك بين القطاعين، ليكون رافدا حقيقيا لإيجاد بدائل لتمويل المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية التاسعة. اعتمدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام للدور الأول من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2015-2016، وبلغت نسبة النجاح في امتحانات دبلوم التعليم العام 81.19%، وستتوافر النتائج اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم الجمعة القادم عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة على الرقم 90200 في شبكتي عمانتل وأوريدو. اتفق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف ونظيره الأمريكي جون كيري على ضرورة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا. وناقش الوزيران خلال مكالمة هاتفية محادثات السلام السورية المرتقبة في ميونخ الخميس المقبل. وأوضح جون كيري أن الأنشطة التي تقوم بها روسيا في سوريا حاليا تجعل من الصعب إجراء محادثات سلام لإنهاء الصراع السوري. من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاين ماير أن حلف شمال الأطلسي لا يمكنه القيام بأي دور في السيطرة على هجرة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أنه يتعين على الدول المشاركة خلال المحادثات القادمة في ميونخ بشأن سوريا محاولة الخروج بمزيد من الإجراءات المشتركة لحل الأزمة ودفع عملية السلام. وعلى صعيد متصل، شن مقاتلون أكراد هجوما على شمالي سوريا في محاولة لاستعادة السيطرة على قاعدة جوية خاضعة لسيطرة المسلحين السوريين. وفي بلدة الطامورة الواقعة جنوب بلدتي نيل والزهرة وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة اللتين تمكن الجيش السوري من فك حصارهما الأسبوع الماضي. في الأثناء أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 500 شخص على الأقل قتلوا منذ بدء الجيش السوري مطلع الشهر الحالي في هجوم على ريف حلب الشمالي مدعوما بغطاء جوي روسي. يحتشد عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين على الجانب السوري من الحدود التركية المغلقة في ظروف معيشية صعبة بعد هروبهم من المعارك الدائرة في سوريا. يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه منظمة أطباء بلا حدود إلى أن نحو 23 ألف نازح جديد من حلب في حاجة ماسة إلى مأوى طارئ. لم تتمكن سوى مجموعة صغيرة من اللاجئين السوريين المحتشدين عند الحدود التركية من عبور مركز أونجو بينار التركي. محمد رحمة كان من بين هؤلاء المحظوظين. تمكن هذا الفتى الذي فقد بصره في قصف استهدف بلدة أعزاز على بعد بضعة كيلومترات من المركز من العبور لتلقي العلاج برفقة والده الذي لا يزال تحت تأثير الصدمة نتيجة الفوضى التي خلفتها الحرب في بلاده. والله شفت هنيك عالم يعني عم تنام على الارصفه وعالم يعني ما بحسنوا جوعانين، ما في اكل، ما في شيء طاوي. وصل نحو 30 ألفا من السوريين معظمهم من النساء والاطفال يحملون بعض الامتعه التي جمعوها على عجل الى الحدود، وتجمعوا في بلده باب السلام الحدوديه حيث عملت منظمات غير حكوميه على تنظيم توجيههم الى بعض المخيمات الموجوده في منطقه اعزاز والتي سرعان ما امتلأت باكثر بكثير من قدرتها على الاستيعاب. نحاول إقامة مخيمات للنازحين السوريين في منطقة آمنة بالقرب من الحدود التركية. يوجد 8 مخيمات الآن ونعمل على إنشاء عدد أكبر. نزحوا علما بأنهم ولمدة 5 سنوات استطاعوا أن يتمسكوا بأرضهم وبوطنهم، ولكن كما يبدو
القصف الروسي كان أكبر من إرادتهم. وفي غياب موافقة الحكومة التركية على السماح بدخول اللاجئين إلى أراضيها، وسعت المنظمات غير الحكومية التركية والسورية والدولية قدرات الاستقبال في المخيمات الثمانية المنتشرة حول أعزاز. ورغم هذه الجهود لا يزال اللاجئون يواجهون ظروفا شديدة الصعوبة. جددت المفوضية الأوروبية مطالبتها الدول الأعضاء بالاتحاد باستعجال استقبال اللاجئين وتطبيق آلية التوزيع المتفق عليها بين القادة الأوروبيين التي استفاد منها نحو 500 مهاجر، ومن أصل 16 ألفا اتفقوا على توزيعها بين الدول الأعضاء في سبتمبر الماضي. وفي مؤتمر صحفي في بروكسل قال مفوض الهجرة في الاتحاد إنه وجه رسالة إلى وزراء داخلية الدول الأعضاء بإلزامهم بقرارات توزيع اللاجئين التي يفترض أن تطبق على الفور. كما قالت المفوضية أيضا إن إحراز تقدم في اليونان وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين بشكل أفضل ما زال غير كاف. وافق حلف شمال الأطلسي الناتو على خطة لتعزيز وجود قوات الحلف على طول الحدود الشرقية. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس شوتلتنبرغ إن وزراء دفاع الحلف وافقوا على تشكيل قوة متعددة الجنسيات تستهدف ردع العدوان من دول مثل روسيا، مضيفا أن هذه الوحدة الجديدة سوف تتناوب داخل وخارج دول شرق أوروبا الأعضاء. ووصلت العلاقات بين الناتو وروسيا في العامين الماضيين إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة بعد تحركات موسكو في أوكرانيا، حيث تواجه الاتهام بدعم الانفصاليين الموالين لروسيا وقيامها بضم شبه جزيرة القرم. تمكن الجيش اليمني والقوات الموالية للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي من استعادة السيطرة على موقع الحول الواقع في سلسلة جبال نهم بمحافظة صنعاء. وأوضح مصدر عسكري أن موقع الحول هو آخر المواقع التي يتمركز فيها مسلحو الحوثي وحلفاؤهم في سلسلة جبال نهم، ما يسهل تقدم الجيش اليمني نحو العاصمة صنعاء. في الأثناء قتل عدد من المسلحين الحوثيين وحلفائهم في اشتباكات مع الجيش اليمني بمنطقة الجشنات، كما دمرت منصة صواريخ وعدد من المركبات العسكرية التابعة للمسلحين الحوثيين وحلفائهم. في العراق قتل 4 من عناصر داعش في اشتباكات بين القوات العراقية في منطقة الجزيرة غرب سامراء. وقالت الشرطة العراقية إن عناصر تنظيم داعش نفذوا هجوما على أحد المراكز الأمنية في المنطقة، حيث تصدت القوات العراقية للهجوم وأوقعت 4 قتلى من عناصر التنظيم، فيما أصيب 3 من أفراد الشرطة العراقية بجروح. وفي الأثناء دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى إجراء تغيير وزاري جوهري يمثل كافة الكتل السياسية بما نص عليه الدستور العراقي، مطالبا مجلس النواب بمساعدة الحكومة في ذلك. أدعو إلى تغيير وزاري جوهري ليضم شخصيات مهنية وتقنقراط وأكاديميين، وأدعو في هذا الإطار مجلس النواب الموقر والجميع الكتل السياسية للتعاون معنا في هذه المرحلة الخطيرة. أيها العراقيون الشرفاء، أقول لكم بثقة تامة أننا وبمؤازرتكم سنتجاوز هذه المرحلة وهذه المحنة، ونطمئنكم بأننا نملك رؤية واضحة وسياسة تفصيلية للخروج من الأزمة بأقوى مما كنا عليه سابقا. لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين عندما انفجرت شاحنة صهريج لنقل الوقود بعد اصطدامها بسيارة شرق باكستان. وقالت الشرطة الباكستانية إن الحادثة وقع في منطقة شيخوبورا بإقليم البنجاب، وإن معظم الضحايا كانوا من الأطفال، موضحة أن الحادثة سببه الضباب الكثيف على الطريق الرئيسي.
فاز كل من المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية لولاية نيو هامشاير. وأظهرت نتائج تصويت الديمقراطيين حصول ساندرز نسبة 58% من الأصوات مقابل 40% لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الأحزاب المتنافسة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية بولاية نيو هامشير فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز. مرشح الحزب الجمهوري ترامب تقدم على منافسه جون كاسنس بحصوله على نسبة 35% من أصوات الناخبين، وبهذا يعزز فوز ترامب وضعه في صدارة الطامحين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في 8 نوفمبر القادم. على الجانب الآخر، تقدم مرشح الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز في المنافسات التمهيدية للحزب على منافسته هيلاري كلينتون بنسبة وصلت إلى 60% من أصوات الناخبين، فيما حصلت هيلاري كلينتون على 38%. وأعرب مسؤول الحملة الانتخابية لكلينتون عن التفاؤل بتحقيق تقدم في المنافسات التالية في نيفادا وساوث كارولينا، كما تعهدت الأخيرة بأن تكون المرشحة التي تحل مشكلات المجتمع مطالبة بدعم الناخبين. سنكافح من أجل كل صوت في كل ولاية، سنكافح من أجل حلول حقيقية ليكون هناك اختلاف في حياة الشعب. ويدعو منافسها ساندرز إلى القضاء على عدم المساواة في الدخول وتفكيك البنوك الكبرى وتوفير تعليم مجاني في الجامعات. وكان الناخبون في نيو هامشير قد تدفقوا على مراكز الاقتراع في وقت مبكر معبرين عن توقعهم حدوث مفاجآت في نتائج التصويت في الانتخابات التمهيدية. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. أكثر من 200 عمل فني في مجالات الفن التشكيلي والتصوير الضوئي يستعرضها معرض رواق للفن المعاصر بصحار. صعب ننسى الغالي. صح والله، لكن الغالي قيمته فيه. صورته وحطيته على تطبيق أوليكس وبعته. الإعلان مجاني وما دفعت أي عمولة، وقبضت من المشتري نقدا. أنت بعد تقدر تبيع مع أوليكس، البيع والشراء والأسهل. توقيع اتفاقية لتنفيذ البنية الأساسية لأول رصيف حكومي متكامل في ميناء الدقم. التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير المدينة الطبية بمنطقة الفليج في ولاية بركة. موسكو وواشنطن تتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا. المفوضية الأوروبية تجدد مطالبتها الدول الأعضاء باستعجال استقبال اللاجئين، والناتو يوافق على تعزيز وجود قواته على حدوده الشرقية. كشفت الجلسة الحوارية حول اضطراب طيف التوحد التي نظمها مجلس الشورى عن غياب التنسيق بين جهات الاختصاص لعلاج أطفال التوحد. وأوضحت الجلسة أن 153 طفلا مصابا بالتوحد في انتظار التأهيل والعلاج، كما أكدت على أهمية المسارعة في إدماج هذه الفئة في المجتمع قبل الوصول إلى مرحلة يصعب علاجهم فيها. اختتم صباح اليوم برنامج المشاورة التقنية الإقليمية بشأن أفضل الممارسات في مجال سلامة المرضى وجودة رعايتهم في مناطق إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. المؤتمر خرج بتوصيات منها تعزيز التواصل بين المريض من جهة والمؤسسة الطبية من جهة أخرى بأساليب أكثر فاعلية. تعزيز دور الإعلام في توضيح كثير من المفاهيم السليمة والخاصة بالجودة وسلامة المرضى لدى المجتمع وأفراد المجتمع، وبالتالي تقوية الروابط ما بين النظام الصحي بشكل عام والمؤسسة والفرد العامل في تلك المؤسسة مع المريض والمجتمع بشكل عام. توصية أخرى مهمة،
خرج بها المؤتمر كجانب مهم من دور وأثر الإعلام في نشر الثقافة الطبية لدى أفراد المجتمع في حياتهم اليومية. المؤتمر شكل فرصة حقيقية لتبادل المعلومات والأفكار حول الكثير من القضايا التي تخص المرضى وسبل تقديم الرعاية لهم. في فرصة لأن احنا نتعرف على تجارب بعض في مجال سلامة المرضى، لأن سلامة المرضى دي من الموضوعات اللي مش قصدي انها تكون مهملة، ولكن لا يدور عليها يعني الحديث كتير. دايما بنتكلم عن العلاج فقط، بنتكلم عن ممكن العلاج يكون كويس، ولكن حاجة صغيرة منه قوي بإهمال أو بعدم إدراك يحصل منه أخطاء كتير. الجلسات الحوارية والمناقشات العلمية الدقيقة أثرت التفاعل بين الحضور على مدى الأيام الثلاثة التي جمعت ممثلين من عدة دول من مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. مختلف الدول شاركتنا بخبراتها وممارساتها في هذا المجال، وما هي الإعاقات اللي واجهتها، وما هي الحلول اللي ممكن تمارسها لتحسين هذه الممارسات. تطرقنا إلى أساليب حماية المرضى من الأخطاء الطبية، وكيف إحنا ممكن نطور من آليات اللي موجودة عندنا في السلطنة، ووفرت لنا أيضا مثل شبكة تواصل مع المنظمة نفسها ومع الخبرات المختلفة. وتعمل وزارة الصحة وبشكل مستمر مستعينة بالخبرات العالمية كمنظمة الصحة العالمية والدول الأخرى على رفد القطاع بكل جديد من التقانة الطبية لتقديم أفضل سبل الرعاية. يعقوب بن يوسف البلوشي، مسقط. من منطلق حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز الفهم بحقوق الإنسان وحمايتها، انطلقت بوزارة الزراعة والثروة السمكية أولى مراحل البرنامج التوعوي بحقوق الإنسان للمؤسسات والهيئات. يأتي هذا اللقاء ضمن خطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبرامجها التوعوية الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع والمؤسسات والهيئات، حيث يعرف البرنامج باختصاصات اللجنة وعلاقتها بالمنظمات الإقليمية والدولية والتشريعات والقوانين الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والآليات المستخدمة للتحقق من أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم. البرنامج أقيم تحت رعاية معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية. وننتقل بكم إلى الأخبار الاقتصادية مع الزميل عيسى بن خلفان الكعبي. عيسى، ما جديد الاقتصاد اليوم؟ جديد الاقتصاد إن شاء الله حنيفة سنتابعه اليوم في النشرة إن شاء الله. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. أهلا بكم. نظمت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة مؤتمرا صحفيا استعرضت فيه مستجدات بعض القرارات الخاصة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وناقش المؤتمر قرار وزارة الإسكان بحق الانتفاع بتخصيص قطاع أرض زراعية وصناعية وتجارية بعقود انتفاع لاستثمارها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص قطاع أرض بمختلف محافظات السلطنة لبناء مراكز أعمال وحاضنات للمؤسسات. كما ناقش المؤتمر أيضا قرار مجلس المناقصات بتحديد قائمة مشتريات ومناقصات كل جهة حكومية وكل شركة مملوكة بالكامل للحكومة أن يكون إسنادها حصرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويبدأ التطبيق في النصف الثاني من هذا العام. كما تمت أيضا مناقشة قرار الخدمة المدنية بالسماح لموظفي الجهات الحكومية بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز الأربع سنوات بدون راتب لإدارة مؤسساتهم. ترجمة للجهود المبذولة من أجل الترويج السياحي للسلطنة في مختلف دول العالم، ارتفع عدد السائحين الذين زاروا السلطنة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي إلى أكثر من 2,560,000 سائح، وذلك من غير السياح القادمين عبر السفن السياحية. التقرير التالي وتفاصيل أوفى.
عشرات المنشآت الفندقية الجديدة يتوقع افتتاحها خلال العام الجاري في مختلف ولايات السلطنة لتضيف 3000 غرفة إيوائية إلى العدد الحالي البالغ 16691 غرفة وشقة فندقية. وتأتي هذه الزيادة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المرافق السياحية التي بلغت العام الماضي 318 منشأة فندقية مرتفعة بأكثر من 7% عن عام 2014. وتتزامن هذه الأرقام مع أعمال التوسعة والتطوير التي تشهدها مطارات السلطنة ونمو الرحلات الجوية للطيران العماني وشركات الطيران العالمية، إضافة إلى توسعة ميناء السلطان قابوس ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ويتزامن ذلك أيضا مع ارتفاع الأعداد السياحية القادمة إلى السلطنة في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي إلى 2,065,000 بزيادة تتجاوز 300,000 سائح عن العام 2014، وذلك من غير السياح القادمين عبر السفن السياحية. الجبل الأخضر في محافظة الداخلية إحدى الوجهات البارزة التي استقطبت السياح العام الماضي، حيث زاره أكثر من 163,000 سائح نصفهم من العمانيين، مسجلا نموا بنسبة تزيد عن 7%. وتتضمن الاستراتيجية السياحية العمانية 2040 تنفيذ حزمة واسعة من البرامج والخطط والمشاريع السياحية التي من شأنها رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم حجم العائد الاقتصادي للقطاع في موازنة الدولة خلال الخطط الخمسية القادمة. وتسعى الاستراتيجية أيضا إلى تبني العديد من التوجهات والبرامج التي ستنقل قطاع السياحة في السلطنة إلى مراحل متقدمة من حيث المنشآت ومستوى الخدمات وتنوع المنتجات السياحية التي تلبي احتياجات السياحة المحلية والخارجية، وبما يواكب النمو المتسارع لقطاع السياحة العالمية الذي وضع السلطنة ضمن أكثر دول العالم جاذبية وتميزا في مجال السياحة. نحن في أوربي نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. من جديد أهلا بكم. تزامنا مع يوم الصناعة العمانية الذي يصادف 9 فبراير من كل عام، نظمت شركة الساحل الشرقي معرضا للصناعات العربية والاستثمار ضم أكثر من 50 شركة صناعية عمانية وعربية. رعى حفل افتتاح المعرض صاحب السمو السيد محمد بن ثويني بن شهاب آل سعيد. لتنمية قدرات العاملين في مجالات الصناعة والاقتصاد والاستثمار ودعم القطاع الخاص في التبادل التجاري مع الشركات العربية، افتتح معرض الصناعات العربية وملتقى الاقتصاد والصناعة والاستثمار في مركز عمان الدولي للمعارض. يهدف هذا المعرض على تلبية حاجات صناعيين مستهلكين، وفي نفس الوقت يعطي فرصة حال الشركات العمانية مع الشركات العربية بالتواصل في هذا المعرض. أركان المعرض وزواياه تحتوي على قطاعات صناعية مختلفة، أبرزها قطاع الأثاث والبناء والإلكترونيات والغذاء والزراعة والأزياء. والله احنا متخصصين في انتاج وزراعه الزعتر العماني، والهدف طبعا المشاركه وتعريف الزوار المعرض على الزعتر العماني ومراحل انتاجه، بدايه من زراعته وحتى انتاجه وتغليفه وايصاله للمستهلك. المصمم اللبناني رشاد عيد ثاني هو احد المشاركين في المعرض الذي يضم اكثر من 50 وفدا من دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية. هذه طبعا مشاركتنا الأولى بمسقط،
إن شاء الله نتأمل خير. نحن هدفنا كان الأساسي هو المشاركة بأكبر عدد ممكن من المعارض اللي عم تصير بالدول الخليج، وطبعا لإيصال منتجاتنا اللي بنصنعها بلبنان تحديدا اللي هي مختصة بفساتين السهرة والأزياء الأعراس. نحن عايزين نقول النهاردة تعاوننا والفكر الجديد اللي بيودع بأن احنا إقامة مشروعات صناعية مشتركة، إقامة مشروعات خدمية مشتركة، تبادل تجاري، ده اللي هيقدر فعلا يربط الدول العربية ببعض، ومن هنا تكون الحقيقة تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. ويعتبر هذا المعرض فرصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لإيجاد شراكة مع المؤسسات الكبيرة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة المهتمة بدعم هذه المشاريع. نخدم هذه الفئة من الناس في ثلاثة أنحاء رئيسية، أولا من ناحية التوجيه المالي والتوجيه الفني والتوجيه الإداري، أيضا نخلق لهم شبكة من الفروع على مستوى السلطنة لخدمتهم في اللامركزية. من ركن الصناعة والتجارة وإلى ركن الاستثمار، هكذا تنقل الزوار في معرض الصناعات العربية والتي يشارك فيها عدد من الشركات الخليجية والعربية. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. انخفض إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 0.5% خلال شهر يناير المنصرم. وكان التقرير الشهري لوزارة النفط والغاز أشار إلى أن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر يناير من عام 2016 قد بلغ 31,198,660 برميلا، أي بمعدل يومي قدره 1,600,480 برميل. قررت الشركة العمانية للاتصالات عمانتل عدم المضي في عملية إصدار الصكوك المالية التي أعلن عنها سابقا. وأكدت الشركة على أن هذا القرار لن يكون له تأثير على سير مشروع المقر الرئيسي الجديد للشركة أو المشاريع الأخرى الموجودة ضمن خطة عمل الشركة، حيث كان الهدف من الصكوك تعميق الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية وإيجاد أدوات استثمارية جديدة في السوق. أخبار الاقتصاد انتهت مشاهدين الكرام، أما النشرة فما زالت مستمرة. أحمد وحنيفة وما بقي منها. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. شكرا عيسى وأهلا بكم من جديد. 5 أعمال فازت في مسابقة مهرجان مسقط للتصوير الضوئي من أصل 150 عملا. اختيرت كذلك 53 صورة للمشاركة بها في معرض أقيم على هامش فعاليات مهرجان مسقط 2016. 53 صورة تجسدها وتميزها عدسات 36 مصورا ومصورة، معبرين بفنون عيونهم بجماليات الصورة لمناشط وفعاليات مهرجان مسقط في نسخة ثانية للمسابقة. تم اختيار 53 صورة للمشاركة في المعرض، وكان هناك 3 فائزين، أول وثاني وثالث، وثلاث جوائز تشجيعية. 3 مراكز تفرزها المسابقة لتؤكد إجادة المواهب الشابة التي أبرزت الجمال والتنوع الثقافي العماني لتفاصيل مهرجان مسقط في لوحات فنية مبهرة. سعيدة جدا كوني الفائزة بالمركز الأول، رغم وجود الكفاءات والمهارات العالية من زملائي المصورين، ورغم تواجدهم بكثرة في العديد من الأيام والعديد من العروض المميزة. الصورة هي ملتقطة من مهرجان مسقط، من القرية التراثية بالضبط. طبعا الصورة، اختيار الصورة هي للحظة البنت الطفلة، الابتسامة، تلاحظ ابتسامة الطفلة والعناصر اللي موجودة في الصورة. كما كان للصورة الثالثة الفائزة في المسابقة لفنان الفياب قاسم الفارسي بعد آخر لمفردات التصوير. هذه كانت واجد مرتفعة ومخيفة، فتخيلت المشهد أنه بيكون مختلف جدا لما تأخذ صورة من فوق. اتفقت مع المدير اللعبة، قال لا أريد أطلع فوق على الأقل، أنا بأخذ صورتين. قالوا
بسرعه يعني، حاول حاجه سريعه لان حاجه خطيره انك تطلع فوق وتظل معلق بهذه الطريقه. المعرض يتيح للزوار مشاهدة حرفية وإتقان المصورين في صور تحاكي براءة الأطفال وروعة الإنسان العماني في حفاظه على فنونه وتراثه وحرفته وعاداته وتقاليده. رحلة بصرية جديدة لمبدعي الفوتوغرافيا في السلطنة عكست هازج الفرح والسعادة في مهرجان مسقط، فكانت لنتاجاتهم كنز ثري لجمال الحضارة العمانية والفكر والتراث الأصيل. صالح بن حمد الحبسي، الجمعية العمانية للتصوير الضوئي، مسقط. وننتقل إلى الأخبار الرياضية مع عبد العزيز بن منصور لوهيبي، تفضل عبد العزيز. شكرا لك أحمد. طاب مساءكم بكل خير مشاهدي الأحبة، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الرياضية. يشارك السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم في اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم والذي سيعقد غدا الخميس بجدة السعودية. ومن المنتظر أن يحسم رؤساء الاتحادات الخليجية القرار باستضافة قطر لدورة كأس خليج 23 نظرا لاستمرار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بتجميد النشاط الرياضي في الكويت التي كان من المقرر أن تستضيف البطولة. تنطلق غدا الخميس منافسات دور عمانتل للمحترفين لكرة القدم، حيث ستشهد الجولة 19 سبع مواجهات كبيرة. المتصدر وحامل اللقب العروبة سيكون في مهمة سهلة نسبيا عندما يستضيف الخابورة، فيما سيحل الوصيف نادي فنجة ضيفا على الشباب، وسيلتقي ظفار بالمصنعة، وسيشهد المجمع الرياضي بصحار لقاء أصحاب الأرض نادي صحار ومسقط، في حين سيستقبل النهضة على ملعبه نادي النصر، وسيحل السويق في ضيافة صلالة، فيما سيستقبل صور نادي صحم. رعى صباح اليوم سعادة الشيخ خليفة البادي المستشار بمكتب ممثل جلالة السلطان فعاليات مهرجان افتتاح ميدان البشائر للهجن العربية بولاية أدم في يومها الثالث، والذي ينظمه مكتب ممثل جلالة السلطان ممثلا بدائرة ميدان البشائر للهجن العربية بمشاركة الاتحاد العماني لسباقات الهجن وشؤون البلاط السلطاني ممثلا بالهجانة السلطانية وملاك ومضمري الإبل من أبناء السلطنة والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إقامة سبعة أشواط. القيادة منذ الانطلاق. وفي عالم الإبحار الشراعي اختبرت فرق الملاحة قواربها المشاركة في الموسم العاشر من سباق الملاحة القصوى في دبي، حيث ينطلق الموسم العاشر من سباق الملاحة القصوى في دبي في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويشمل الموسم ثماني فرق متنافسة من ثماني دول حول العالم. يشار إلى أن السباق الأول سيكون بتاريخ 16 من مارس هنا في مسقط، والأخير بتاريخ 11 من ديسمبر في سيدني الأسترالية. أكد حسن الذوادي المدير التنفيذي للجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 أن التحضيرات للمونديال مستمرة، وشدد على روح الضيافة التي تشتهر بها قطر. وبدأت قطر في بناء 8 ملاعب لكأس العالم لكرة القدم، وركزت أيضا على إتمام المترو وخطوط القطارات السريعة من ضمن مشاريع البنية الأساسية في الدولة. وقال حسن الذوادي إنه من الصعب تحديد تقدم المشاريع حتى اليوم، وشدد على أن التشكيك في مونديال قطر في الإعلام الغربي لم يزد اللجنة التنظيمية إلا قوة ورغبة في النجاح في إقامة مونديال على مستوى عال. احتج مشجعو فريق بروسيا دورتموند على أسعار بطاقات المباريات العالية أثناء الفوز على شتوتغارت بثلاثة أهداف لهدف في مواجهة ربع نهائي كأس ألمانيا، حيث جمعت مواجهة ربع نهائي كأس ألمانيا بين فريق بروسيا دورتموند وفريق شتوتغارت، ورمى مشجعو دورتموند كرات التنس على الملعب احتجاجا على أسعار بطاقات المباريات العالية. وفي بداية المباراة قاطع الكثير من المشجعين أول 20 دقيقة قبل رمي كرات التنس داخل الملعب.
فاز يوتا غاز على فريق دالاس مافريكس ب 121 نقطة مقابل 119 نقطة ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة. ففي منتصف الربع الرابع عادل جوردون هيوارد النتيجة ب 94 نقطة لكل منهما، ولكن في الثواني الأخيرة نجح هيوارد في قلب النتيجة ليفوز يوتا ب 121 نقطة مقابل 19 نقطة. يشار إلى أن هيوارد سجل 20 نقطة خلال المواجهة قاد بها فريقه إلى تحقيق الفوز السابع على التوالي. نختتم جولتنا الرياضية بهذا الخبر الطريف، حيث انطلقت مسابقة أوب أردز أو بعكس تيار النهر في بلدة أشبورن الإنجليزية. يقال إن هذه المسابقة بدأت عام 1891 ومستمرة حتى اليوم دون توقف. يشترك أهل البلدة حيث يتم تقسيمهم إلى فريقين، الأول يسمى الأوب أردز وهؤلاء الذين يدفعون كرة قدم بعكس النهر هينمور الذي يقسم البلدة في منتصفها، والفريق الثاني يسمى الداونوردز الذي يدفع الكرة مع تيار النهر، ويقسم الفريقين أو يقسم الفريقين بحسب مكان ولادتهم في شمال النهر أو في القسم الجنوبي منه. ختام النشرة مشاهدي الأحبة، ولم يبقى سوى القول أن الرياضة تهذيبا للنفوس قبل أن تكون إحرازا للكؤوس. ليلة سعيدة. بمشاركة حوالي 90 فنانا وفنانة من السلطنة والدول الخليجية والعربية، افتتح بمركز عمان الدولي بصحار معرض رواق للفن المعاصر في مجالات الفن التشكيلي والتصوير الضوئي وفن النحت على الخشب والرخام. المعرض الذي حوى أكثر من 200 عمل فني يساهم في زيادة أصحاب المواهب العمانيين من خلال التقائهم بالفنانين العرب المشاركين. حوالي 200 عمل فني لـ90 فنانا وفنانة من السلطنة والدول الخليجية والعربية ضمها معرض رواق للفن المعاصر، تنوعت بين الفن التشكيلي والتصوير الضوئي والنحت على الخشب والرخام وما يعرف بفن الأرابيسك. المعرض جمع عدة فنانين من خارج السلطنة وأقصد الدول المجاورة، وهذا نفسها عامل من العوامل المحفزة لوجود الطلبة العمانيين على أساس أنهم يتعلموا من الخبرات الموجودة في هذا المعرض. هدفنا كان أن إبراز الفنان العماني في شتى المجالات، النحت، التصوير، الرسم بالألوان الزيتية، عندنا الرسم الواقعي التجريدي، جميع المجالات دمجناهم في هذا المعرض في صحار. المناليس العمانية سابقا كانت تستخدم الصفائح النحاسية مع الدبابيس الذهبية، فإحنا حبينا نبرز المندوس العماني من خلال نوعية الخشب اللي هي خشب الساج زائد فن الأرابيسك، ويطلع بمظهر أجمل. يهدف المعرض إلى إيجاد مساحة إبداعية للفنانين الموهوبين عبر التقائهم بالفنانين المحترفين المشاركين من الوطن العربي، والتعريف بنتاج مخيم النحاتين الثالث عبر عرض أبرز الأعمال الفنية الراقية، بالإضافة إلى إيجاد حراك فني عام. شاركت بلوحة عن الفن الإسلامي بالألوان الأكريليك، طبعا هذا مشاركتي 54 تقريبا مشاركات. حبيت انه اظهر وجودي في هذا المعرض رواق الفن. استضافة معرض يضم نتائجات مخيم النحاتين الثالث ليقترب المعرض من الجمهور. الجمهور لما قدر يوصل إلى مكان المخيم في موقع التخييم في وادي الجزي يقدر يوصل هنا في مركز عمان دولي المعارض في صحار. مشاركتنا في المعرض هو إثراء للثقافة البصرية في السلطنة، وكذلك محاولة للتبادل الثقافي والفني اللي مع الفنانين الموجودين في السلطنة وخارج السلطنة. هذا عمل فني يجمع بين النحت على الخشب والرخام، وهذا عمل فني آخر يجمع بين الرخام والصخر، وهنا يضيف فن الأرابيسك لمسات جمالية لبعض المشغولات اليدوية الحرفية. ثلاثة عوالم اختزلتها أعمال المعرض: العالم الافتراضي والواقعي والخيالي، وذلك عبر لغة الفن التشكيلي وأيضا فن النحت على الخشب والرخام. منصور بن ناصر السعدي، ولاية صحار، بمحافظة شمال الباطنة.
نشرة انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين. توقيع اتفاقية لتنفيذ البنية الأساسية لأول رصيف حكومي متكامل في ميناء الدقم. موسكو وواشنطن تتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا. المفوضية الأوروبية تجدد مطالبتها الدول الأعضاء باستعجال استقبال اللاجئين، والناتو يوافق على تعزيز وجود قواته على حدوده الشرقية. في ختام نشرتنا هذه، تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء.